بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشابتر اللي فات شفنا أو اللي قبل منها شفنا كيفاش نتعامل مع بعض زودوني تلاقى المود كونيكتي ومود ديكونيكتي وبين داك الشيء ومزيطه. دابا غادي نشوفوا في هذا الشابتر هذه مجموعة ديال نقدروا نعتبرهم دي زيكزيرسيس أو لا دي تي بي. غادي نشوفوا في هذا الشابتر هذه باغ اكزومبل كيفاش نلقى حلول لبعض المشاكل اللي كيوقعوا لي في وسط البروغراماسيون. مثلا الى عندي واحد ليست دي غلط بنسيليكسيون من واحد الاليمون بيت يتافيش في وسط يتافيش الديزاين تاعو، او لا بيت كل اليمون عطيني واحد لا ليست تاع لي زيليمون كلهم عطيني فيهم واحد ليست واحد تشيك بوكس اون فوا سيليكسيون نابليكي يمشي تريتمون، او لا اشياء بحال هذا الشكل. هذا الغرض الرئيسي هو نحاولوا نزيدوا نتمكنوا مزيان مع في التعامل مع باز دو دوني. ثم احنا في هذا الشابتر خاصني نحاول نتطرق مزيان لي كونترول دو دوني، كونترول تاع جريد فيو ديتيلز فيو كونترول. ثم كذلك غادي نحاولوا نخدموا بمود كونيكتي ومود ديكونيكتي، وغالبا غادي نستخدموا عفوا غالبا غادي نستخدموا مود كونيكتي بالنسبه للعمليه تاع الميزاج اجوتي سوبريمي موديفي، ومود ديكونيكتي غادي نستخدموه في سيليكت او لا في سيليكسيون. اذا حنا ديجا عندنا كاين هنا باز كاين باز ديال اخرى سميناها جيت ايزي فورماتور. لاحظنا جيت ايزي فورماتور فيها طابل الفورماتور فيها طابل فورماسيون. الهدف علاش كاين هاد الفورماسيون هذا هادي او لا هاد لا طابل لا باز دون عفوا باش نحاولوا نشوفوا دي زيكزامبل اللي شويه غير طابل فورماتور فيها لا ليست ديال لي فورماتور، ثم طابل فورماسيون فيها لا ليست تاع لي فورماسيون، وكاين هنا واحد الكلي اترونجر كي ريفيرونسي هنا فورماتور. اذا حنا اول حاجه غادي نشوفو في هذا الدرس هذا هو كيفاش نقدو واحد ليست دي غولونت فيها لا ليست تاع لي فورماتور، و اون فوا سيليكسيون ليست تاع فورماتور يتافيشاو ليا لي فورماسيون ديالو. حنا ديجا في وسط باز دوموني كنعرفو ان كل فورماسيون فيها واحد الاي دي اللي كي ريفيرونسي هذا الاي دي نتاع الفورماتور. مزيان، اذا اول حاجه غادي نحاول نغيرو على باز دو دوني عندنا مثلا نجيو هنا لست انكلود، ثم نخدمو على لوبجي تاعنا. اذا اما نخدمو بنفس باز دو دوني او نكريو باز او لا عفوا بنفس لوبجي الكونيكسيون او نكريو اوبجي ا. اذا غادي نحاول ندير هاد لوبجي رداد على شكل كومونتير، ثم نكري اوبجي اخر باش اون فوا نبي نخدم بهاد لي فيشي اللي كاين تاع مود كونيكتي ومود ديكونيكتي فقط غادي نجي نغي رداد لي كومونتير ردو نشونجي هاد الجوج. اذا هنا السميه تاع باز دوبل في انيسيال كاتالوج بهاد الشكل. اذا انسخت بهاد الشكل مزيان لوبجي كوموند درتينا كوموند. دابا غادي نشوفو كيفاش نقادو هاد العملية. قلنا بنا نطفش واحد لايت واحد ليست دي غولون في على ليست ديال لي فورماتور، اون فوا نسيليكسيون هاد الفورماتور افيشي ليا لي فورماسيون ديالو. اذا اول حاجة غادي ناجوتي واحد دروب داون ليست بهاد الشكل. ثم تاني حاجة غادي ناجوتي واحد جريد فيو. اذا هاد القضيه اللي بغينا نقادوها بمود اسيستون ديجا شفنا البرانسيب نتاعها، لكن حنا دابا غادي نقادوها بالكود ونعرفو اش يوقع او لا اش كيدير لاسيستون، بمعنى فاش كنسيليكسيون و كندير الغولاسيون بين هاد الجوج اشنو هو الكود اللي كيتجنيرا انطلاقا من هاد الشيء اللي غادي نشوفو دروكا. اذا في وسط اللود خصني نعمر دروب داون ليست، اذا امتى بالضبط حتى تكون باج تكون ميكونش بوست باك. اذا اف باج كون از بوست باك كتساوي فولس، هاد الحالة هادي غادي نعمر دروب داون ليست. دروب داون ليست خصني نكري واحد لوبجي كوموند او لا نكري هنا نكري جوج تاع لي زوبجي كوموند. اذا هذا سميه كوموند فورماتور سيلكت اول فروم فورماتور، وهنا فورماسيون انا حطيت هادو فورماسيون انا حطيت هادو جلوبال باش ما بقيش كل مره نبقى كنعيط عليهم. اذا كنزيك بالهم جلوبال وخدمهم في البروجي كامل. اذا هنا تبان لي يوتيليتي تاعهم مثلا
إذا غادي ندير دي أ كتساوي ولا بوان سيليكت كوموند، سيليكت كوموند كتساوي، دابا بنشوف لا ليست تاع لي فورماتور. إذا دي غادي ندير سي إم دي فورماتور، ثم غادي نأجوتي داتا سيت، داتا سيت بوان أو لا دي أ باش نشارجي أول حاجة الطابل فورماتور نحطو في داتا سيت بوان فايل. أبخي غادي نبريسيزينا داتا سيت، ثم نسمي الطابل نسمي كذلك فورماتور. مزيان، دابا لا طابل عندي سامارش، خصني دابا نافيكتي هاد الطابل هذا لدروب داون ليست. إذا غادي نجي ندير دروب داون ليست بوان داتا سورس، كيف ما قلت كاين مجموعة هاد الطرق، أنا هاد المرة غادي نحاول نخدم هاد الطريقة هادي، بوان دي اس بوان تيبل دو زيرو أو لا تيبل فورماتور. أبخي دروب داون ليست أن، دروب داون ليست أن بوان، غادي نسيليكسيون دابا هاد السورس، داتا سورس بمعنى أنه السورس جينيرال، هاد لا طابل، هاد لا طابل كلها اللي هي فورماتور غادي تكون كسورس دو دوني بالنسبه بالنسبه لدروب داون ليست. اذا هذه الطابلو كلها باش نبريسيزي بالضبط اش شكون اللي كاين في شكون اللي غادي، اشنا هما لي شون اللي غادي يبان في التكست، واشنا هما لي شون اللي غادي يبان في الفالور او اللي غادي يكونوا كاشي، غادي نبريسيزي منهم. بالنسبه اللي كيبان لوتيليزاتور غادي نجي بوان داتا سورس، داتا سورس تكست فيلد كتساوي نعطي سميت لو شون، لو شون تكست اللي هو لو نون تاع الفورماتور، ثم بنفس البرانسيب دروب داون ليست بوان داتا فاليو فيلد اشنا هي لا فالور اللي بتبان او لا لا فالور، لا فالور غادي ندير الاي دي، وما نساوش دروب داون ليست بوان داتا فاليو. مزيان دابا ندير واحد لو تيست على هادشي اللي درنا. واحد الحاجة اذا لاحظنا كيعطيني السمي هنا، ولا جينا الا جينا شفنا هنا لاحظنا كيعطيني جوج لي شوز كيعطونا بهذا الشكل. دابا غادي نرجع للبروجا، دابا غادي نأجوتي واحد البوطون باش أجوتي البوطون هنا باش إن فوا كليكي على تيزاتور أفيشي لا ليست. أبخي غادي نكادو فيغسيون أخرى هنا أفيشي فورماسيون هنا، أبخي غادي نكادو فيغسيون أخرى بلا هاد البوطون. إذا أنا في وسط هاد الأفيشي أش غادي ندير، خصني ريكيبيغي الأي دي، خصني ريكيبيغي الأي دي. هنا الأي دي غادي نحصل عليه من دروب داون ليست، إذا غادي ندير فار الاي دي نتاع الفورماتور، عفوا ندير اي دي از انتجر، ثم غادي نستوكي فيها دروب داون ليست و سيليكتد فاليو. اذا حنا دابا حصلت على الاي دي، خصني دابا انطلاقا من هذا الاي دي هذا نجيب ديك لا ليست او لا نجيب لي زانفورماسيون تاع هذا لي فورماسيون تاع ستاجي تاع هذا الفورماتور ونحطهم تما. اذا الطريقه هي سهله، غادي نديكلار واحد الداتا ادابتر ديال دي ان، دي ان فورماسيون حتى نجيب ريست تاع لي فورماسيون و از نيو انا اس كي ال كليون و اس كي ال داتا ادابتر. انا غادي نعطي لا روكيت لي سيليكت اول فروم فورماسيون فورماسيون وير الاي دي فورماتور كيساوي هاد لافالور اللي كاين في الاي دي. ابخي غادي نعطي لوبجي كونيكسيون اللي هو السي ان. دابا غادي نشارجي هاد الريزولتا في وسط الداتا سيت. اذا دي ان فورماتور بون فايل، غادي نعطي اول حاجه لوبجي داتا سيت، ثم التيتر ديال الطابلو على سميتو نعطيه مثلا فورماتور او لا فورماسيون 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 اف بي ان الفورماسيون ديال واحد الفورماتور. دابا حصلت على الطاولة بين ابيشي في جريد فيو، الطريقة هي سهلة، انطلاقا من جريد فيو بوان داتا سورس كتساوي دي تي ولا عفوا كتساوي دي اس بوان تيبلز، اما ندير دو ان حدا عندي الطاولة فورماتور ولا من الاحسن ولا دي الطاولة فورماتور ولا من الاحسن نستخدم السمية فورماسيون. اخيرا جريد فيو بوان داتا بايند. اذا غادي ندير واحد لو تيست افيشي دو لو نافيغاتور. إذا غادي نزيد مثلا فورماتور افيشي، لاحظنا عطاني الفورماسيون اللي بدا، نجي مثلا فورماتور الاخر افيشي سامارش، ثم كاين بروبليم هنا مع الجو. إذا كيف اش كيوقع هنا كي كي يتكرر او لا كيت اكزيكوت الكود هذا كل مره كنعيد للباج. اذا نفس البرانسيب او لا غادي نجي ندير واحد الطريقه سهله. اول حاجه غادي نرجع لهنا عفوا غير على الميزون فورم
انا لاحظنا اننا كنخدمو بدروب كنخدمو بلي كونترول، ولكن ماشي انطلاقا من سورس دوني، انطلاقا من مود كونيكتي. اذا هنا غادي نسبريمي لا طابل او لا نفيدي نخوي لا طابل، هاد لا طابل هادي ماشي كل مره يشارجها. في الحاله هادي غادي ندير دي اس بوان تيبلز دو هذا بوان كلير. هنا ديجا بينت من قبل اشنا هو السبب، ولا انا عندي كتخلق لي بروبليم في لوكال تاعها، باقي اول مره كتيكزيكوت هنا باقي ما شارجيش، باقي ما شارجيش هاد اي تي فورماسيون، باقي هاد تي اس ما فيهاش شي طور بهاد السميه. غادي يعطيني اكسبسيون، باش نتخلص من هاد الاكسبسيون غادي ندير تراي كاتش، تراي كاتش تاع لي زيكسبسيون. دابا غادي نعاود نكزيكوتي مره اخرى، لاحظنا انا تما تنافيشي مزيان، عطاني زانفورماسيون، ندوز للتاني مثلا افيشي مزيان. اذا هادي الطريقه سهله باش نافيشي لي فورماسيون. اذا حتى هنا تيبان لي فكره غادي تكون توضحات، و لوبجيكتيف نتاعنا قالت لنا بطريقه اللي هي سامبل. اذا كنسيليكسيوني هنا لا ليست نتاع لي فورماتور، و كيعطيني هنا لا ليست تاع لي فورماسيون اللي دارها. انا ديجا عطاني هاد الريزولتا، حيت بوز دو دوني عندي خاوي. فاش ندير ندير سيليكت، انا خصني ندير يوزي الاولى ابخي غادي ندير سيليكت. لاحظنا هادشي هو اللي كان عندي في وسط باز دو دوني. اذا اول حاجه شارجنا دروب داون ليست، ثاني حاجه في وسط البوطون ريكوبيرينا هاد لا فالور انطلاقا من هاد البارتي، ثم عندنا اكزيكوتينا هاد الروكيت بهذا الشكل هذا، ثم ستوكينا حتى نطبل الداتا سيت افيشينا بجريد فيو. الى هنا تبان الفكره غادي تكون توضحات، وغادي نكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.